بالأغلبية المطلقة صدق نواب المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة، مخطط أجاب فيه الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن على مختلف الانشغالات التي طرحها النواب في جلسات المناقشة، لا سيما المتعلقة بالمحافظة على القدرة الشرائية ودعم الطبقات الهشة. تعزيز التضامن الوطني والحد من التباين في الدخل وحماية القدرة الشرائية للمواطنين الأقل دخلا تعتبر ثابتا من ثوابت السياسة الاجتماعية للدولة والتي جاء بها بيان أول نوفمبر. شرعت الحكومة في مسار إصلاح نموذج الدعم من أجل استهداف أمثل يضمن أكثر عدالة اجتماعية، وهذا من خلال الانتقال إلى نظام التحويلات النقدية لصالح الأسر المحتاجة مباشرة، والتي ستستفيد من دخل إضافي كتعويض عن تعديل الأسعار المرتبطة بالتخلي عن نظام الدفع. التموين المنتظم للأسواق ومحاربة المضاربة، ذلك ما تضمنه مخطط عمل الحكومة تجنباً لارتفاع أسعار المواد وسعة الاستهلاك. إن ارتفاع أسعار هذه المواد وإن كان راجعاً نسبياً إلى الأسباب التي سبق ذكرها، يجدر أيضاً التنويه بأنها وضعية ظرفية زادت حدة بعض ممارسات الجشع وممارسات غير قانونية وغير أخلاقية لبعض من باعوا ضمائرهم من أجل غايات مشبوهة. أؤكد لكم بأن الحكومة وبغرض المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن اتخذت جملة من إجراءات الاستعجالية قصد ضمان التموين المنتظم للسوق بهذه المواد، وكذا استخدام جميع الآليات الضبط من أجل كبح ارتفاع الأسعار، كما ستعمل على تكثيف عمل آليات الرقابة وتشديد الإجراءات الردعية ضد المخالفين ومحاربة الممارسات الاحتكارية والمضاربة. تعزيز التضامن الوطني والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة أحد الثوابت التي جدد تأكيدها مخطط عمل الحكومة دون إخفال تطوير الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار العمومي والخاص.